اللي مش مطلوب. يعني احنا قلنا عايزين ايه؟ نفهم. الحاجه الثانيه في الاخر لما نتعب هنعمل داتا شو. هو مش في الامتحان؟ هو طلب مني اني اراجع ايه؟ في الاخر. حلو كده؟ اللي هم اعتقد كارتج وبون وطن. بس لما نتعب من الايه؟ مين من ولادي كده يعرف مين الوحده بتاعت النيرفس؟ لا لا اشتغل معايا بقى. النيورو مش كده؟ طب هو النيورو ده مش نيرفس سيل والبروسيس بتاعتها؟ طيب مين من ولادي يقول لي مش بنسمع ان في اورام في المخ؟ يعني ايه ورم؟ يبقى اورام المخ دي ان شاء الله بتطلع منين؟ يبقى من في خلايا ثانيه تصنع النسيج الغرائي اللي هو جلايال سيلز. اسمها ايه بقى تاني؟ وهتستغربوا جدا ان النيرفس سيلز بتمثل 10% بس من خلايا بدن. الباقي تكميل بقى الجلايال سيلز. يعني شيء غريب جدا يعني بيعد ايماجينيشن. طيب تعالى كده نبتدي بالنيورون اللي هو الوحده. ده بحب اعرف النيورون. حد يعرفه لي؟ structural and functional unit of the nervous tissue عباره عن ايه؟ حد شايف المنظر ده؟ خليه عصبيه اسمها نيرف سيل. دكتور دايما الجزء اللي فيه النواه بسميه سيل بودي. اسمه ايه تاني؟ وهنا ليه اسم كده بنجيبه حتى شورت كويشن. اتكلم على بص الكلمه الغريبه دي بيريكاليوم. قول تاني. مكتوب عندك عنوان كبير مقصود بيه مين؟ طب يعني ايه بيري؟ حواليه. كاليون يعني نواه. يبقى الجزء من الخليه اللي في النواه المحيط بالنواه. يبقى الخليه الجسم الخليه النيرف سيل او سيل بودي او بيري. انا مش سامعه بيري ايه؟ طيب في بروسيسز ولا لا؟ مين من ولادي يشاور كده مين البروسيسز دي؟ في دندرايتس ومين الطويل ده؟ الاكسون. طب يبقى عشان كلامنا يبقى كامل لازم هنتكلم عن نيرف سيل اللي اسمها تين بيريكاليوم، وهنتكلم جدول كده الفرق بين الدندرايتس ومين؟ والاكسون. والاكسون ده عريان ولا عليه كفرز؟ والله ساعات وساعات. وهنشوف انواع الاكسونز بانواع الكفرز، وهنعرف تركيب المايلين والنيورولما والكلام ده. نبتدي مين دلوقتي؟ تاني هو كل الخلايا العصبيه قد بعض. انتوا عارفين مشكلتنا ايه دايما في النظري؟ نتكلم مثلا على البيريكارديوم. انا نسيت النقط اللي هتكلم عليها، انا مذاكراها بس انا النقطه دي راحت من دماغي. عشان كده لازم تبقى في دماغك قبل ما تبتدي النقط اللي هتكلم عليها. يعني مثلا هل كل السيلز قد بعض ولا في ديفرنت سايزز؟ يبقى في فاريشن في السايز، يبقى هتكلم على السايز. طب كلهم شكل واحد ولا في ديفرنت شيبس؟ يبقى في فاريشن في ايه وايه؟ سايز وشيب. وبعد كده اي خليه هنتكلم عن نيوكليوس وسيتوبلازم. خدنا في بدايه السيتولوجي خالص ان السيتوبلازم في حاجه اسمها اورجانيلز وانكلوجنز. يبقى دي الايتمز اللي هتكلم عليها. طيب سايز يقول لك مش كلهم قد بعض، في فاريشن كبير في السايز من فيري سمول لفيري لارج. هو مطلوب احفظ الرقم مش قوي، لكن هو بنقوله عشان تعرف التفاوت قد ايه. من 4 مايكرون اب تو 100 مايكرون. 4 مايكرون. طب انا دايما ايه الامثله دايما مشكلتنا في الحته دي الامثال. عارفين يا جماعه كلمه مخ مصدرها ايه؟ مخيخ.
عارفين السرير برام ده صغير خالص، سيري فيلا بقى الصغيرة في الصغيرة والكبيرة في الكبيرة. السيلز التوتش الصغنونة اسمها من صغرها عاملة زي الحبيبات، يسموها جرانيولار سيلز. اسمها ايه تاني؟ دي فين؟ في المخيخ في السيري فيلا. انما السيلز الكبيرة اللي بتوصل اب تو كام؟ 100 مايكرومتر. ممكن اقول في البرين في السيريبرام، وممكن اقول عارفين يا جماعة سبايرال كورد؟ عارفين كلمة انتيريور بون سيلز؟ الانتيريور سيلز دي حجمها كبير توصل اب تو 100 مايكرومتر في الكام. يبقى دي اول كلمة فاريبل فين؟ في السايز. من كام لكام؟ من 4 ل 100. اديني امثلة بسرعة. الصغيرة زي جرانيولار سيلز اوف سيريبلم، وفي كبيرة زي انتيريور بون سيلز او السيريبلم. طيب شيء هنعرف بعد شوية تقسيمة كده اكوردنج لشكلها. يعني مثلا في سيلة ايه مدورة ما فيهاش غير اكسون بس، اسمها يوني بولر نيرفس سيلز. في طالع من ناحية دندرايت من ناحية واكسون من الناحية التانية اسمها باي بولر. في دندرايتس كتير تبقى ايه؟ مالتي بولر. يبقى في ديفرنت ايه؟ شيبس. وحتى اللي ليها دندرايتس كتير هناخد كمان شوية اللي عاملة زي النجمة، يعني بص المنظر ده. دي اسمها يوني بولر، دي اسمها ايه؟ باي بولر، دي اسمها ايه؟ المالتي بولر ليها شكل واحد، يعني ممكن تبقى عامله زي النجمه، سميها ستليت نيرفس. تسمعوا عن بيرا ستيلتا؟ دي اظن عملوا اغنيه حاجه كده، اه قالوا لي ما سمعتهاش. المهم يعني يبقى اسمها ايه؟ ستليت. طب مش دي هرم؟ ايه الفرق بين ابريتوس وكومبلكس؟
ساعات هي مكتوبه كومبلكس، ساعات هي ابريتس. تعال اعلمها لك. كلمه ابريتس اللي هم فاكرين الستاك اللي على بعضها الرز متين بالبسكتس اللي طالعه ولا داخله فيه، لكن لما تبقى اكتر من رزمه ومتصلين ببعض اسمها كومبلكس. يبقى اللي انت شايفه ده ممكن اقول كده وكده. طيب مين من ولادي انا عارفه مركزين يقول لي مين الصبغه بتاعت الدولج؟ اعكس اسمه فاكرين؟ اي جي. ايه هنعكسها؟ اي جي. يعني انا مش هشوفه في الدولج الا لما اصبغه. ومكانه فين؟ فاني يوكيت قلناها في بلد ستاربكس. طيب حلوة. مش غريبة ان يبقى في برج محترم كده، مع اني ما سمعتش ان النرفس سيلز بتفرز. تعالوا نشوف هنعرف ليه عايزين حلو برج كبير كده. طيب حد شايف ايه دول؟ ده انت لسه ايه الورد موست اكتف. طبعا مش رسمه كتير، لكن هم المفروض ان هم ايه؟ وموجودين ثرو اوت ذا سيلز سكاتر في السايت ويت بلاس. طيب تعالى نشوف ايه تاني. انا رسمه انابيب وخيوط، حد شايفهم؟ فكرني كده، انابيب دي اسمها مايكرو تشوبيولز، بس عشان في النيرف اسميها نيورو تشوبيولز. طيب حلو قوي. الخيوط اسمها اسمها عليه ده عادة بتقف على 9 من 10 بجد. اصل دايما عادة الطالب بيغلط ويتزحلق كده وبيخد له صابونة ويقول لك مايكرو فيلمنتس. هي نيورو فيلمنتس اسمها انترميديت فيلمنتس، اللي هي رفيعة زي مين؟ الاكتين ولا تخينه زي المايوسين. فاكرين في بدايه السنه اللي بتسبورت النيورون اسمها نيورون فلانس. انا حطاها هنا بلون ايه؟ خلي بالك الاي ام في الوان؟ لا لا بس عشان تميزوها معايا. شايفين اللون هنا ايه؟ احمر. ودي سكاتر ولا لا هنا؟ يعني موجوده ثرو اوت سايتوبلازم. وخلي بالك انترميديت كان دايمتر حوالي 10 نانو متر. فاكرين 6 للاكتين 15 للمايوسين، ودي حوالي من 9 ل 11 كل حوالي 10. دكتور الخيوط دي قلت كام؟ ابعته 10 نانو متر في الدم. بص المفاجاه المايكرويف اللي سميناها برضه نيورو تيوبيوز. نيورو تيوبيوز يا جماعه ماشيه سناجل ولا بحزم شويه؟ وملاحظين مرصوصه تحت السلم برين؟ خلي بالك دي بتدي سيل شيب. فاكرين كلمه سايتوس كده؟ ولسه قايلين واحده هرم، واحده بيراميدال، واحده نجمه، واحده ديفرنت شيبس. مين المتحكم في الشاسيه ده؟ المايكرو تيوبيوز ومعاه الخيوط برضه انترميديت فيلمز. بس المايكرو تيوبيوز ليها فايده كمان. برين سيل شيب. فاكرين ترانسبورت اوف بارتكلز؟ عايزه بس افكرك بحاجه. حد فاكر الرف اندوبلازمك كان بيصنع ايه؟ بروتين. وبعدين يروح البروتين ده يحصل له موديفيكيشن وير؟ في الجولجي ابريتس. بص يا دكتور ادي هنا شايف الانابيب بتاعت الرف ولا لا؟ بروتين اتصنع ايه؟ وبعدين راح اتظبط فين؟ في الجولجي. وبعدين طلع كيس كده فيزيكال. تسمعوا ان في نهايه الاكسون تحت حاجه اسمها اكسون تيرمينال، يبقى في فيزيكلز فيها نيورو ترانسميترز اسيتايل كولين او كاتيكولامينز. النيورو ترانسميترز دي بروتينز اتصنعت فين؟ اشتغل مخك معايا بقى في الراس اندوبلازم. وبعدين راح حصل لها موديفيكيشن فين؟ في الجولجي. وبعدين اتعبت في كيس اسمه سينابتيك فيزيكل ترافل اراوند مين؟ الاكسون. وتبقى ستورد في الاكسون ترنر لما الامبرس تجيبها تعمل ريليز اللي فيها. عرفت ليه في جولجي؟ عرفت ليه في راس اندوبلازمك؟ ده الحكايه دي قصه كبيره قوي. طبعا في نرف سيلز بس محدوده قوي في اماكن معينه سكريت هرمونز، بس مش دي اللي بنتكلم عليها النهارده. انا بتكلم عن نرف سيل
العادية اللي بتعمل امباس عادية. طيب دكتور انا ما كملتش دي. المايكرو تيوبولز انا فايدتها ايه؟ فاكرين ترانسبورت اوف بارتكلز ثرو سايتوبلازم؟ يعني مين اللي زق الفيزيكال اللي طالعه من الراس للجولجي؟ مايكرو تيوبولز. ثم مين اللي زقها من الجولجي للاكسوترنا؟ كل دي موجوده مايكرو تيوبولز. مين تاني يقول لي ايه الاورجانيز كلها لغايه دلوقتي؟ قلنا النيورونز مايكرو ايه؟ كونجا ثرو اوت ذا سايتوبلازم. يلا ويل ديفلوب جولجي بيري نيوكليا ها وستيل بير ايش؟ قلنا في حاجتين انابيب وخيوط تشتغل. مايكرو تيوبولز اسمها نيورو تيوبولز ونيورو فيلمز. طب استنى بقى، حد فاكر مايكرو تيوبولز اللي هي نيورو تيوبولز الدايمتر كام؟ نو 10. ده الانترميديت فيلمز اسمها نيورو فيلمز. المايكرو تيوبولز 25 نانومترز. ومع ذلك اسمع المفاجأة دي. لا يا حبيبي ده سؤال شهر. مع ان مين ارفع؟ انترميديت فيلمز ارفع، لكنها ممكن اشوفها بالاي جي. لكن المايكرو تيوبولز ما تبانش بالاي جي. استنى بقى مستريح ليه؟ في ناس اصلا مش فاهمين السؤال. واضح جدا وجوبي يا حبايبي بصين لي كده مش فاهمين. بصي بصين لي جميله. هديك هتلاقي مع الوقت الفرق. بص احنا قلنا الخيوط كان فكرني الدايمتر 10 نانومتر، بينما انا بيه بالمايكرو تيوبولز 25 نانومتر. ومع ذلك مين تبان بالفضل؟ مفاجأة بقى. ليه الفيلمز تبان بالفضة؟ هو مش احنا قبل ما بنصبغ أي حاجة بنعمل حاجة اسمها فيكسيشن؟ فاكرين فورمول سراين والكلام ده؟ لما بحط التيشو ده في الفيكستيف الخيوط اللي هي الانترميديت فيلمز اللي سميتها نيورو فيلمز جاذر تتجمع وتعمل لي نيورو فايبرز. اسمها ايه تاني؟ ونيورو فايبرز بقى تتشاف اللايف ويبس، يعني تبقى ليها قطع ينشاف الايه؟ لانها مش عامله واحده ولا اثنين، ده تجمع بيتقاس بالمايكرون مش بالنانومتر. يبقى مين كان بيسين لما استبغ بالفرقه؟ لا الحته دي طبعا حضرتك مش فاهمينها، ركز معايا تاني. النيورو ايه؟ فيلمز جاتا تفورم ايه؟ باندلز ويتش كان بيسين باي ذا لايف ويبس. ومش عادي لما اسبغ بمين كمان؟ بالايجي. لكن البندل المايكرو تيوبولز ما بتجمعش قوي كده، في تجمعات بس صغنونه ما تتشافش باللايف ويبس. عايزه من حضراتكم بقى حد شاطر يقول لي بقى اللي ما قلتهاش. طبعا في حاجه لازم تتقال مع انها مش موجوده. انا قلتها في الاول، هل النيرف سيلز كان بي بارت؟ دي هاف نيرف سيلز. يقول لك في اليونج البيبي لسه بيبقى فيه سنتريولز، لكن اول ما يعني خلاص بقت الدنيا ماتيور يختفي مين؟ يبقى نو سنتريولز ان ماتيور نيرف سيلز. سو ذي كانوت ايه؟ ديفايد. طيب معلش يا دكتور تسيب بقى اللي في ايدك ونفهم نس البودز او نس الجاتوز. دكتور في كلام لما بنقوله وانت بتاخده نص نص بعد شويه تكسير، لكن لما تفهمه حلو قوي تفتكر انت الكلام عمرك ما تفوته حد. مين اللي شاطر يوصف لي الناس البودز باللايت مايكروسكوب؟ عايز اسمع الكلمه العلميه المظبوطه. بيزوفيليك جرانيولز اوصف لي كده على اللايت مايكروسكوب موجوده فين؟ في النيرف سيل. ممكن تخش فين؟ في الدندرايت. بس نيفر، شوف الكلمه دي نيفر الاقيها فين؟ لا في الاكسون ولا في بدايته وخارج من الخليه العصبيه. حد شايف الحته دي؟ شايفين ان انا عامل عليها بالقلم كده دي؟ دي الحته اللي تحت اللي هي بدايه نهايه الخليه وبدايه الاكسون وخارج منها بيسموها اكسون هيلوك. والتاني اسمها يبقى نوع ناس البودز ده فين ولا فين؟ ولا في الاكسون ولا في الاكسون هيلوك. فكروني تسالني كمان شويه
هي ليها تفسير جميل، بس انا بنسى. يبقوا فكروني لو نسيت اكل. هكبر دي بالالكترون ايه؟ فين عدسها؟ هو ايه الحاجه الوحيده اللي اتسرقت؟ احنا عارفينها كده قاعده من الترم الاول الرايبوز. فكروني كان في كام نوع من الرايبوز؟ 3 واتاتش، وال3 دي كان يا اما سنادل يا اما بوليزو، فاكرين؟ طب ايه رايك بقى ان الثلاث اشكال موجودين؟ تعالى بص على اسمها. حد شافها بالالكترون؟ مش دي حته من الرقم انبوب اهو وعليها رايبو ايه؟ زونز. وايه دول؟ في ريبوزومز حواليها. طب بالله عليك يبقى في اجريجيشن، تجمع من مين؟ من الفري حوالين راس. مش تبني باللايت كل نظرك بيزوفيليك ماس اور بيزوفيليك دانيوس. طيب حته من راس ومعاها حواليها فري ريبوزومز. مين من ولادي بقى شاطر يفكرني كده ايه الفرق بين البروتين اللي بيتصنع بالفري بالاداه؟ الفري فور لوكال يوز بستخدمه جوه السيل، يعني مثلا فور نيوتريشن اوف ذا نيرف سيلز. بس الحاجه اللي انتوا ما بتبقاش واخدين بالكم هنا في النيرف سيل ايه اللوكال بروتين ده؟ هو ده الذاكره بتاعتنا يا جماعه. انتوا عارفين ميموري؟ يعني ايه ميموري؟ الذاكره بتاعتنا عباره عن شويه بروتينز. تفتكر ميموري دي بتسيب السيل ولا قاعده فيها؟ طب يبقى معموله بانتي ريبوزومز بالفري. يبقى الفري فور لوكال يوز زي الذاكره بتاعتنا. يا جماعه ايه اخبار الذاكره في الاولد ايج؟ ده انتوا في اليونج ايج. ده في عصور التلوث بتاعتنا دي طالعين تلوث الرصاص بالذات، عشان كده بيحاولوا يعملوا بنزين خالي الرصاص. ده فظيع في تدمير النيرف ايه؟ سيلز. ولادي شوف الناس كبار في السن، مش انا مش عارف. الناس كبار في السن تلاقيهم الذاكره اخبارها ايه؟ بتقل جدا، لان الناس المودرنز عاده بيقل. اي ذاكره الريسنت ميموري، يعني مثلا في واحد مره بيحكي، واحد كبير قوي انا ما اعرفش عنده كام سنه يعني، ده عدى لقيته بيقول اليوم صور سعد باشا ضروري. ده سبب كام؟ الحمد لله عارفينه. فضلت الصبح صح نقول وبقى بصفه كده، ونزلت مشيت في المظاهرات، وبعدين بالليل كنت معزوم في فرح واحد صاحبي. طب انت يا حاج افطرت ايه النهارده؟ هادي بتاعت الكبار كلها هادي. طب يا جماعه ليه مش قادر يعمل ريسنت ميموري مع انه مخزن ايه؟ الاولد ميموري والفكر وتفاصيل تعالي، انا عنده حاجات جدا قديمه قوي، لكن الجديد مش قادر يعمل ذاكره عشان عدد 100,000. يبقى الناس البودز دي مهمه قوي. لمين؟ الميموري بتاعتك. طب استنى، ده في حته مهمه قوي. حد شاف الناس البودز فيها راس كمان؟ فيها سيجمنتس من الراس اندوبلازم. الرب هيصنع ايه؟ البروتين اللي هيعمل ايه؟ المفروض يبقى سكريت او ريليز، يعني بتاع النيورو ترانسميترز. حد ذاكر البروتين انا مش شرحناه، يعدي على مين؟ للكولاجين، ويطلع في صورة فيزيكالز ويتش ترافل او مين؟ الاكسون ستورد في الاكسون تيرمينال انتيل امبرسانز اللي هو في صورة ساينتيك فيزيكالز. طب مين اللي ساعتها زقها كده؟ طب ما حدش بقى النيورون تيبيو سمع، حد من ولادي بقى شاطر يقول لي ليه الاكسون ما فيهوش نس البارز؟ نقدر نفكر؟ ايوه هو تحت في جوجي، هو في قيمه للبروتين من غير الجوجي؟ كنت ينفع كده مرات في الكيرز على طول؟ ولا لازم يتظبط ويتركز ويتضخ ويتفاض فين؟ تحت ما فيش جولجي، يبقى لا قيمه لوجود مين من غير ايه؟ طب ثم الحته دي بيعدي بقى فيها الامبلس، فضيها. الحته دي عايزه تقطع. فهمنا؟ يبقى نو نص البودرز ده فين ولا فين؟ لا في الافسون ولا في الكوليكال اكسبانشن في بدايته اسمه
دي اورجانيلز، لكن في حاجه اسمها انكلوجنز. مين فكرني من مين الولاد الشاطر كده يفكرني ايه المحتويات اللي ممكن في اي سنه؟ يا ايه يا ايه؟ في بدايه السنه يا اما اكل متخزن ستورد فود، يا اما بيبر ستورد فود اللي بيدي انرجي بالذات زي الفات. مش هتقول لك الواد ده مخه خير؟ دي عارف ولا مش؟ افتكر ان ممكن يبقى فيه حتى من الاكلات اللي واحد عامل فيه بيقول لك ممنوع تاكل هو المخ، لانه متخزن فيه ايه؟ شويه فات. بس تفتكر فات ولا نقيضات للفات؟ فات دروبلتس ده مصدر انرجي. استنى تنويه صغير عشان بس ما نخسرش بعض، مش كل واحد تخين يبقى مخه تخين عشان بس عشان نظل معانا عندنا مع بعض. تيجي بقى نتكلم على البيجمنت. في بيجمنت اسمه لايكوفيوزين او لايكوكروم بيجمنت، على فكره هو نفس الاسم. فاكرين هنا زباله؟ ايه الزباله دي؟ دي خضروات اندايجستد فود. فاكرين عدد بواقي لايزو ايه؟ زوز. يقول انا والسن مش عارفه تتخلص منه. فكر هو عاده الريزيدوال بارز بتعمل لها اكس ايه؟ سيتوز. بس في نوع خاص اسمه لايكو ايه؟ فيوزين. مع فكره الفضلات لونها ايه؟ الفضلات ده بتاعت الناس كلها لونها ايه؟ من جولدن تو براون. يعني هو لونها كده الفضلات زباله، تبقى لونها جولدن براون ان كلر. دكتور ليها اكتر في لونج ليف ولا شورت ليف؟ زي مين لو ماتت ما كانش تعبانه؟ كارديا والنرفس من يوم ما اتولد لغايه ما اموت والنفس الخليه معايا. يبديش ايه؟ ييرز، العمر كله. على فكره عدد النرف سيلز ينفع يزيد؟ لا، هو ينفع يقل لكن ما يزيدش. يعني يا يفضل ثابت يا يقل. مين من ولادي بقى شاطر كده يقول لي؟ الاذر انكلوجن ميلانين. ايه ده؟ ومين البيجمنت المسؤول عن هو جلدك؟ الميلانين مش كده؟ تخيلوا ان في خلايا عصبيه مليانه ميلانين لدرجه لونها اسود ويسموها الماده الزنجيه سبستانشيا نيجرا. سبستانشيا جايه من سبستانس ونيجرا يعني بلاك، يبقى ده بلاك سبستانس. اسمعوا على جزء المخ، اسمعوا على حاجه اسمها برين ستيم. يا ولادي البرين ستيم عارفين 100 برين كورتس مظله اسمها حريه؟ ال 100 برين في خلايا اسمها سبستانشا نيجرا عشان مليانه ايه؟ ميلانين، هو اللي مخليها لونها اسود. ما ينفعش ما نقولهاش كده. غطينا مين؟ انا شرحت مين؟ شرحنا الرساله خلصناها، قلناها لايت والكترون والكترون، قلنا اورجانيلز وايه؟ وانكلوجنز. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة. في بقى حتة معلش أحب أقولها الأول، كلاسيفيكيشنز أوف ذا نيورون. حط صمت زي اسمك. بنقسم النيورونز عدة تقسيمات، أولاً من الأسئلة المحببة أوي في الشفوي، لما أحب أدي احس ان انا ايه نفسي الواد شكله شاطر كده وعايز اديله فول مارك خلاص قلبت. لو جاوبها يلا يا ابني كفايه. السؤال بجد قسم لي نيورونز. احنا بنقسم النيورونز بثلاث طرق، اهمهم اول تقسيم اكوردنج. بص يا اما اقول شكل الخليه العصبيه، يا اما اقول نمبر اوف بروسيسز، يا اما اقول اكوردنج تو بولاريتي. قول لي صفحه كام كده عشان متابعين. 142 142.
مصري، عشان في خناقه على الاسبوع الجاي معاك. عندك محاضرات الاسبوع الجاي لغايه الساعه 1؟ حد شايف المنظر ده؟ النرجس انتي راوند ولا لا؟ ليها كام بروسس؟ One process turn out from one pool. عشان كده سميتها يوني بول نرجس. لا اشتغل معايا اسمها ايه؟ على فكره الاسامي بوصفهم سهل قوي. المشكله الكبرى الاكزامبلز. ان لو ما قلتهاش ولا كانك قلت حاجه. كل الباقي لذيذ. اهم حاجه تديني مين؟ اكزامبلز. يبقى اول نوع اسمه ايه؟ Unipolar nervous cell. Rounded nervous cell has one process. طالع من one A. بقول لكن مين قوي الملاحظة؟ يقول لي process ده اتقسم لكام branch؟ Two branches. واحد يشتغل كأنه dendrite والتاني يشتغل كأنه axon. بص بقى ما تشغلش بالك تقعد ترسم وتعمل دلوقتي. ركز معايا عشان الرسمة اللي هعملها دلوقتي هتتكرر معانا كتير النهارده. يعني عايزاها دايما على البورد هنا معايا. حد شاف المنظر ده؟ قول لي كده ده قطع في مين؟ ولادي شايفين الرسمة دي؟ ده قطع في سبايرال ايه؟ بورد اللي ليه جراي ماتر وايت ماتر. والجراي ماتر ده فيه نيرفس. يا جماعه ليه زي البون او البرون دي؟ في البوستير اللي فوق ده ورا واللي تحت ده قدام، ده اسمها ايه؟ بوستير بون سيلز تسمع عليها؟ واللي قدام دي اسمها ايه؟ انتير بون ايه؟ سيلز. طيب خدته في الفسيولوجي، فاكر في الفسيولوجي؟ دي المادة المفضلة. بتلاقي المنظر ده يرسم لك هنا بيسموها ايه؟ سباينال جانجل او بوستير رود جانجل او بوستير هول بوستير رود جانجل جانجليون يعني بالبلدي عقدة عصبية. كولكشن تجمع نيرف سيلز ونيرف فايبرز اوتسايد السيرس. مش ده اسمه جانجل؟ طيب انتوا عارفين ليه رسمينها كده؟ ده رمز انها يوني بول نيرف سيلز. انت لو فهمتها بص بقى. ادي يا حبيبي اهي النيرف سيل اهي. شايف هنا؟ طالع منها كام بروس؟ اتقسم لكام برانش؟ ان شاء الله اتقسم لكام برانش؟ اثنين. واحد بيستقبل ايه؟ الامبلس شغال كانه ضدك. والتاني يوصل الامبلس سبايرال ايه؟ كود شغال كانه اكسون. المفاجاه. الدندرايت والاكسون ار سيميلر تو الاكسون، هاف ذا سيم ستراكشر. تركيبهم كايه بشرح مين؟ لكن وظيفيا ده بيستقبل وده بيرسم. حد فاهم انا بقول ايه؟ طيب ثانية واحدة والمفاجأة الأكبر إن الإمبرس تتكامل بتعدي باس على طول من الدندرايت للأكسون without passing في النيرف سيل. مش فاهم حاجة. ممكن أتخيل إنها جانجل سباينال جانجل بس انا شويه حجمي ايه؟ مش انا قصدي يعني جانجل ده حجمه ايه؟ كبير. تخيل راسي دي النرجس سيل. رقبتي بس محتاجه مطبقه شويه ده ليه؟ ده البروس لا البروس اللي هو طالع من وان ايه؟ هو اتقسم كامبريدج. واحد شغال كانه ايه؟ بالدراي بيجيب السنسيشن مسكين والتاني شغال كانه ايه؟ اكسون يوديه للسباينال كورد. بص بص الاثنين ترتيبهم ايه؟ واحد سيميلر تو اكسون والامباس باس من مين على مين على طول؟ من الدندرايت للاكسون
بس بيواجه السيل بودي او النرفس، لكن الباس ما بتطلعلهاش وتخرج تاني. خلي بالك الاكسون دايما وان واي دايركشن، ما ينفعش ارجع تاني. طيب دكاتره اديني امثله للسايلنت سباينال كان، وخد عندك بالشفه دي بقى مثل سيفاليك نيوكليس اوف توي جيمينال ايه؟
في مكتوب vestibular جانج، خلي بالك الكوكليار والفستيبولار في الانترنال اير، في الانر اير الاثنين، واحد فور هيرنج والتاني فور ايكوليبريم بالانس. يبقى الفستيبولار ده بتاع ايه؟ بالانس. مين خد باله؟ يلا قول معايا تاني بقى، ريتنا والفاكتري ميكوزا كوكليار جانج وفستيبولار جانج، لو في الاير واحد هيرنج والتاني بالانس او فكري. مش حواس؟ ابصار، سمع، شم، ابتزاز. طيب اخر نوع اسمه مالتي بولر. مين من الولاد الشاطر يقول لي مالتي بولر يعني ايه؟ يعني هاز ماني بروسيسز. لا استنى استنى، هو مين دايما ساكت؟ بالعكس، يبقى مين هيتعدل؟ يبقى لازم تقول لي كده هاز سنجل اكسون بات ماني ميمبرز. واكوردنج داخلين منين هنقسمها 3 تايبس. مين يفكرني اول نوع اسمه؟ عامله زي النجمه ستار شي. تسمع بيرة ستيلا، حتى يكتبوا تحتها كده بيرة النجمه. ستيلا يعني نجمه. ما تنفعش تعمل بيرة، خلينا غير في ستيلا. هو المفروض اطفي الهبات ده دلوقتي، بس يعني هقولها كده. دي اللي هقوله ده لعابه، مش معناه ان في حب ولا انجذاب للبيره، لكن في ناس بتحب البيره. النون الكوهوليك مش بتكلم يعني عشان ما تفهميش غلط. المهم يعني في انجذاب، حب، سيمباتي بين بعض الناس وبين البيره. في يعني ايه سيمباتي؟ تعاطف كده. يبقى السليم في البيره موجوده فين؟ السم تتكلم. هي قايشه. انا عارفه الاحداث بتاعتكم، انما انا ليا قايشه ثانيه خليها تفكرك بديك كمان شويه. دي مش لطيفه قوي، لكن الثانيه لطيفه قوي، بس مرتبطه بدي. بعدين مش دلوقتي. خلي بالك في الكتاب كاتب لك الاكزامبل بتاع السليت في مين؟ انتشيل موسكس. لو مش مكتوب سمباتيك جانجيا زودها، لانها في الجدول بتاع الجانجيا مكتوبه، مش من انا بزود لك معلومه، بس انا بخليها تتكرر معاك. دكاتره المنظر اللي في النص مش زي الهارد؟ مين شايف هنا في دندرايت داخل من فوق؟ للرايت يمين، للرايت شمال، في واحده شكل بيراميد. اسمع دي بقى. يا احنا المصريين، احنا المصريين، احنا الفراعنه، الاهرامات مخنا. مين يقول لي بيراميد الاقيها فين؟ لا لا بص بص، المخ في حاجه اسمها سيريبرال كورتكس. قشرة المخ هي الفرخة العصبية. المضاد فيها الالياف العصبيه، نيرف فايبرز. يبقى لما اقول بيراميد، احنا مصريين، احنا الفراعنه، الاهرامات ايه؟ بس في السيريبرال كورتكس. انا قلت الاهرامات فين؟ في المخ. انما البصلايه في المخيخ. ما ننساهاش دي بقى. الاخيره اسمها بايني فور. على فكره هما دايما في الكتب يقول لك بايرفون يعني فلاس شيب، زي البلاص كده، زي زهريه. لكن كلمة بايري دي كلمة لاتيني معناها بصل. أنا مش بهزر، أنا بقول بصلايا شيب دي كلمة علمية. أنا مش بقول أي كلام. حد مين شاف البصل؟ يا جماعة مش بتلاقي شعر كتير بس كله داخل من فوق. يبقى ليها ماني من دايس بس كله داخل منين؟ من فوق، فعامله زي البصله فسميناها بايري فوق. دكتور البصله فين؟ ينفع اقول بقى سريبرا ولا سريبيلا كورتس؟ اللي هو لا سريبيلا كورتس اللي هو المخيخ، ايش المخيخ؟ سيبي كده تسمعني مفاجاه مفاجاه. السيلز اللي انت قلتي من شويه ان في سيلز في السريبيلا اسمها جرانيولار سيلز. لا دي مختلفه، ثانيه صغنونه.
دي خلايا اخرى في السيريبيلم اللي واخده شكل البصلايه بتبقى حجمها ايه؟ كبير. بص يا دكتور، واسمها بيركينجي سيلز. سمعنا فين كلمه بيركينجي؟ في الهارد، ربنا يكرمه. كانت بيركينجي فايبرز مش سيلز، اسمها بيركينجي فايبرز. كانت موديفايد كارديك ماسل فايبرز عشان توصل الكهرباء اسرع من الكارديك ماسل عادي. اللي كان فيها زي عملت المرسيدس، فاكرها؟ لا 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 لا، ده سؤال شفوي. قال ايه الفرق بين كلمه بيركينجي سيل وبيركينجي فايبر؟ كده لفيت بيك في المنهج، نربص على مصر. احنا في الشغل مش سمع سمع وخلاص. انا بص يا دكتور، على فكره ما طب تقول الرسائل بيلعبوا بعض كده. انا دخلت اتسالت قطعني في شغل الله ويطلع يقول لك سؤال فعلا لازم. وانت بقى تقول اكبر ابتدي يترعش ويعرق وبتاع ويتخض لانه فاهم الامتحان كله كده. يا جماعه انا ممكن مثلا انا قررت عايزه هدي الطالب ده يا 19 يا 20 عشان دي 20 بس احس انه متميز يعني. هساله سؤال شويه يعني اشوفه يرد عليه ولا لا، لو رد هديله ايه؟ طب بس ما ردش اتصرف، وممكن اديله 20 كله بس بشوفه يعني ايه؟ متمكن قوي ولا لا؟ فمش كل الاسئله تبقى كده، ده هم باين. يعني في طالب ما بيطلعش يقول غير اللي فاكره لانه هو دايما يعني متميز قوي بسأل. يعني حد فاهم انا بقول ايه؟ ما تتخضش بقى اللي بتسمعه. في حاجات من يا جماعه في حاجات انا بقول لك انا مش هحاسبك على السؤال ده، انا بس عايز اشوفك عارف ولا لا. انا قررت خلاص انت خدت 20 يا ابني. اكيد مش كل حاجه تسمعه اللي حواليك وتتخضوا منه. وبعدين ما حدش يعيط في الشغل. البنات بيستخدموا السلاح ده احيانا خصوصا لو اللي بتحكي لكم. اه يعني بيستميروا شويه. لا وفي ولاد مش موضوعنا. هو الشادو ده ما يمكن قلت لكم قبل كده، ده اختبار انت تتعامل مع المريض ازاي. يعني انا المفروض انا بمثل ان انا المريض وبسال الدكتور بتاعي. ما ينفعش بقى السند نيورز اكوردنج لطول الاكسون.
عارفين ايه القسم التقسيم الاخيره دي؟ مفاجاه. الخواجه جولجي. على فكره جولجي ده اصلا عالم اعصاب، ولما اكتشف الجولجي ابريتس اكتشفوا فين؟ في النرفس. ده كلام كبير قوي. طب يا حبايبي يبقى الخواجه جولجي؟ عارف المثل بيقول لك علمني يابا التلامه؟ قال له تعالى في الهيفا واتفضل. خواجة جولجي اللي اكتشف جولجي وليه صورات ودولات في عالم الاعصاب. قال لك احنا نقسم النيورونز لنوعين اكوردنج لتو الاحصاب، جولجي تايب 1 وجولجي تايب 2. تايب 1 ليها لونج اكسون، وتايب 2 شورت اكسون. طب استنى استنى، طب دول ايه رايك في دول؟ او مثلا اللي نازل من البرين رايح لرجلك، ده تايب 1 ده لونج ايه؟ اكسون. خرج من الجراي ماتر للوايت ماتر لبره. طب استنى استنى، بينما الانتر نيورونز اخبارها ايه؟ هل سابت الجراي ماتر؟ لا، داز نوت ليف الجراي ماتر وليها شورت. فهمتوا فكرتها؟ سابت الجراي ماتر وطلعت بره في الوايت ماتر، ولا محدوده للجراي ماتر؟ اللي محدوده الجراي ماتر زي الانتر نيورونز والسيري زي دي كده الصغنونه البيوتي دي، يبقى دي موجوده ليها شورت اكسون واسميها جولجي تايب 2. على فكره احنا كده خلصنا ليه؟ اوعى تقول لي نيور. ده كلمة كلاسيفيكيشن. سنة سنة كلمنا عن الرسالة بالتقصير. تاني كلمة. لكن ما كلمناش عن مين؟ The drives في الأكسون. في جدول بقى صم زي الاسم. الفرق بين مين ومين؟ طب أساعدك. مين سنجل ولونج وثين؟ انما الدندرايتس اعكس بقى، بدل سنجل مالتيبل، بدل لونج شورت، بدل ثين ثيكر. طب لا 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 استنى استنى، حد من ولادي يقول لي مين طول ما هي ماشيه بتفرع؟ دندرايتس. لكن الاكسون ما بيفرعش غير فين؟ في نهايته، في التيرمينال اند بس. دكتور عشان ممكن تسمعش اربط الحاجه ببعضها ما تنساش. طول ما هي ماشيه بتفرع يبقى الدايمتر هنا زي لما فرعت، زي لما فرعت كمان مره، ولا الدايمتر decreases towards its end؟ ده مين ده؟ بالضبط. بالله عليك الاكسون ما بيديش برانشات غير فين؟ في الاند خالص. يبقى الدايمتر ثابت، have constant diameter او fixed diameter along its whole length. طيب مين قوي ملاحظة؟ يقول لي الدندرايت وهو بيحصل له برانشنج، التفرع ده خرج في زاوية حادة ولا قائمة ولا ايه؟ يعني الانجل دي تعتبر اكيوت ولا رايت؟ اكيوت انجل. يبقى اسمع دي تاني بقى، يبقى البرانشز بتاعة الدندرايت بتخرج في اكيوت ايه؟ انجل، وطول ما هو ماشي بيفرع. يبقى ليه الدايمتر يقل؟ طيب العكس بمين؟ اشتغل. الاكس داز نوت جيف ايه؟ برانش. لكن بصوا 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 فرقة. ممكن في الداي او في نهايته، يعني الحته اللي ما عندهاش غطيان لا مايل ولا نيورولما، يدي كده فرع. بس الفرع ده خرج في ايه؟ رايت؟ ايوه. ده ما اسموش برانش، ده اسمه كولاترال. اسمه ايه تاني؟ عشان الناس كتير مش فاهمه ايه الفرق بين برانش وكولاتر. كولاتر ده خارج في ايه؟ بدل اكيوت يبقى في ايه؟ في رايت انجل، ويا في البدايه خالص يا في النهايه خالص. يعني محدود، عددها محدود، مش طول ما هو ماشي بيفرع وبتخرج في اكيوت انجل. طيب مين من ولادي يقول لي مين موجود فين؟ شوف السؤال الغبي ده. في حاجه موجوده في واحده منهم؟ ايوه، ولادي الشاطرين نفس البازلز، نفس الكاليوز، موجوده في مين مش موجوده في مين؟ في الدرايف.
اتجاه النبضات دي ماشيه ازاي؟ الدايركشن اوف ذا امبلس. ذا درايفز كاري الامبلس تورز النيرفس سيل، انما الاكسون كاري الامبلس اواي من النيرفس سيل. طب في فرق دي كده معرفش، بس عايز برضه حد يقوم لحظه، مين من ولادي شايف هنا؟ بتقولي شراشيب جميل، تعبير جميل قوي. بصوا يا حبايبي، السباينز دي الاشواك مغطيه مين؟ الدرايف بس. دي بيسموها الدندريتك سباينز. اسمعي تاني؟ الزواج دي ده المكان اللي بيحصل فيه حاجه اسمها ساينابس. مين سمع عن ساينابس؟ ده البوينت اوف كونتاكت ما بين مين؟ نيورون ونيورون. ما اقولش ما بين ايه وايه، خلي بالك، ما بين تو نيورز. النقط الالتقاء دي عده انواع هنشوفها دلوقتي. يبقى هنا البوينت اوف كونتاكت ما بين اثنين ايه؟ نيورز. ده اسمه ايه؟ لو الاكسون هينتهي على دندرايت بينتهي على سباينز، ينتهي على الاشواك. يبقى ما هي قيمه الدندريتك سباينز؟ دي البوينت اوف كونتاكت ان سينابس. هلاقيها فين بس؟ انا قلتها اسمها دندريتك، يبقى موجوده فين بس؟ دندرايتس. طب على فكره انا ما اعرفش قالوا لكم كده في اول السنه، في فرق بين ما يقول لي قارن ما بين حاجتين، ما بيقول لي ايه الديفرنسز ما بين الاثنين. في فرق بين ديفرنسز وكومبير. ديفرنسز يعني اوجه الاختلاف، يبقى دي البوينتس which are the different. لكن لما اقول كومبير يبقى لو في حاجه فيها سيميلاريتي تتقال، ودايما السيميلاريتي بنقولها في اخر الجمله. ايه بقى الحاجات اللي موجوده في الاثنين؟ ايه الاورجانيلز اللي قلناها في النيرف سيل ممكن الاقيها في الدندرايت والاكسون؟ يعني مثلا الجولج ينفع على كده ولا كده؟ ها؟ في ميتو هي في الاثنين؟ في نيورو ايه ونيورو ايه؟ نيورو فيلمنتس ونيورو تيوبس. هو باللايت ميكروسكوب افضل اقول نيورو فيلمنتس ولا نيورو فايبرنس؟ ايه الفرق؟ حد فاكر الفيلمنتس لما تتجمع تعمل حزب اسمها فايبرنس؟ في بقى باراجراف كده بسرعة كده اسمه سينابس. يمكن مكتوب في الأول. شوف يا ابني صفحة كام؟ 143 بعد الكلاسيفيكيشن. هو الحقيقة المفروض كنت أقول أنواع من الفايبرز والماير واليوريما، بس أنا حبيت أريح في السنة. مين يقول لي تاني سلاكس ذا بوينت اوف كونتاكت بتوين تو نيورز او ما بين نيورون والفاكتور؟ يعني ايه؟ ايه الفاكتور اللي هو ايه؟ يا ناصر يا كلام حلو قوي. طبعا لما نيجي نتكلم عن سلاكس اقول فيه يا جماعه مش قلت التقاء ما بين حاجتين؟ في ناحيه اكسون في ناحيه النيرف سيل او الدندرايت اللي جاي. يبقى هقول بي سيناتيك سايت وبوست سيناتيك سايت، وفي كده حفره خندق في النص اسمه سيناتيك كليف. مين من ولادي يقول لي مين البري سيناتيك سايت؟ هو الاكسون تيرمينال عادة بيبقى الاكسون ايه؟ تيرمينال. الاكسباندد اند بتاع الاكسون بيبقى ريتش ايه؟ في حاجات اكيد موجوده نزلتني من فوق لسه قايلها. ميتو كونديا شويه انابيب وخيوط، وايه بقى الاكياس اللي نزلني من فوق؟ سيناتيك بيزكس فيها كيميكال ترانسفير. الافضل تقول لي نيورو ترانسفير. ولادي ده البي سيناتيك سايت، بس مين خد باله ان في حته سودا كده عامله كونتينوس لاير ولا نون كونتينوس لاير؟ يبقى في سيتوبلازميك دنسيس نون كونتينوس لير او يعني دنس كتير سيناتيك كويل. اللي فاهم كده الشمندر ده شبه مين قوي؟
الكروموزوم، كأن ده الرابطة اللي بتمسك التو نيورون أو التو يعني نيورون واللي بعده، صح؟ ده البوينت أوف كونتاكت، يبقوا كأنهم ماسكين بإيه؟ بالكروموزوم بس. طيب بعد كده هنقول تايبس تلقيه من اللي انا قلته. على فكره تايبس اوف سينابس، احنا بنقسم السينابس بعده طرق. مره قسمناه اكوردنج تو سايت اوف كونتاكت بين التو نيورونز. حد شايف المنظر ده؟ الاكسون هنا انتهى على ايه؟ الدايركت، يسموه اكسودندريتك سينابس. بص يا دكتور، هنا انتهى الدايركت. هنا في الدايركت. ولا بتاع نرد سيل نفسها. على فكره كلمه سوما يعني جسم. كنا بنقول اكسو سوماتيك يعني ايه؟ يعني بتاع السيل بودي، جسم الخليه نفسه. يعني الجزء اللي فيه مين؟ الجزء اللي فيه نيوكليس. دكتور اسمه اكسو ايه؟ سوماتيك. بص العبيطه دي، الاكسو اللي بتاع على مين؟ على اكسو اللي بسموه اكسو اكسونيك. تقسيمه صعبه قوي دي، صعبه جدا. في اكسو ايه؟ دندريك، اكسو سوماتيك، اكسو اكسونيك. دي اكوردنج تلاقوا فين؟ بوينت اوف كونتاكت. طيب اكوردنج لطريقه انتقال الامبلس، اسمع دي بقى. يا ترى الامبلس محتاجه كيميكال ترانسميتر زي اللي وصفناه من شويه في سينابتك فيزيكلز؟ نسميه كيميكال سينابس. طب استنى بقى، لو مفيش كيميكال ترانسميتر والانبلس بتعدي من نيورون ده للنيورون ده على طول ثرو جاب جانكشن، ده يسموه ايه؟ الكتريكال سينابس. كهرباء بتعدي من هنا لده. يبقى في كمان سينابس اكوردنج للواي اوف ترانسميشن، كيميكال والكتريكال، وفي بعض النيورونز بيبقى في كومبايند مع بعض. اخر تقسيمه دي اصعب، ولو اننا شلنا تفاصيلها بقت سهله دلوقتي. بص يا دكتور، اكوردنج الناحيتين، بص لي البري سينابتك والبوست سينابتك متشابهين ولا لا؟ مين خد باله هنا؟ بقى سيبك منها عدة وجه، دي بتنتهي على السل ولا تنتهي على الدرايف؟ سباين. لكن هي الدنسز اخبارها ايه؟ سيمتريكال ولا اسيمتريكال؟ مين سيمتريكال؟ شايفين هنا؟ الاثنين شكل بعض. طب وهنا؟ واحدة غير متصلة والثانية كونتينوس. مين فيهم اسيمتريكال؟ مش معبرين، ما حدش يقول اليمين وشمال، يعني أو ممكن ما حدش يقول كده وكده، قول مين أو شمال. شمال دي ايه؟ اسمك؟ طب حلو قوي هو شمال، طب مين الشمال يعني؟ سيمتريكال ولا اسمتريكال؟ اسمتريكال دي الناحيه دي، ناحيه غير متصله والثانيه متصله بنفس. طيب عارف ان الغير متشابهه دي اسمتريكال؟ المسافه 30 نانو متر. انا قلت المسافه بتبقى من كام لكام؟ يبقى اسمتريكال مسافه قاديه 20 نانو متر. على فكرة وظيفيا بتفرق، بس دي مش عليكم، واحدة فيهم بتودي ستيميلاتوري امبلسز والتانية انهبيتوري امبلس، يعني يا شغل الحاجة يا قولها وقف. ف يعني دي بس قول لي سيمتريكال ولا اسمك؟ دكتور ايه بقى الانواع؟ انا في الحتة دي انا هشرحها دلوقتي، بس في حته هنطفي فيها الجزئين. حد معقد؟ اتكلم براحتكم. مش معقد. عليهم اتشال؟ عارف يعني ايه لما يكون لي نيرف فايبر؟ ما تعريف نيرف فايبر؟ الاكسون بالكفرز العجيب. مين الكفرز؟ يجوز يبقى مايل شيت، يجوز يبقى النيورو لما، يجوز الاثنين، يجوز ما فيش. طيب بص يا دكتور، ادي مين ده؟ الازرق اكسون. ايه الاصفر؟
لا انا عايزه معلومات فسيولوجيه. المايه الايه؟ شيس. ثم الاحمر اللي بره ده شوان سيل اللي اسمها الثاني نيورولمبال سيلز. لا يا حبيبي سيبك كده خالص، عايزه كل معلوماتك بقى بتاعت ثانوي ننساها. معلومات ثانوي بيقولوا كلام ونعرف المعلومات الصح اللي تأيد فهمي للفسيولوجي. ده لو طيب ممكن اسال سؤال كده؟ على فكره في كلمتين في الكتاب على الاكسون، على فكره تقريبا خلصوا. عارف لما عجبني هو ايه؟ تمام؟ احنا ما لقيناش كلام تاني يكونوا في الاكسون، ولكن الاكسون ما تيجي نسمي المسميات. نغير مجلس الشعب الى مجلس الامه. نرجع نغير مجلس الامه بقى مجلس ايه؟ طيب قال لك تيجي نسمي السيتوبلازم بتاع الاكسون اكسوبلازم. اوكي حاضر. حد فاكر مصر؟ ساركولمبا وساركوبلازم نفس الكلام. تيجي نسمي السلمبرين بتاع الاكسون اكسولمبا. اوكي. طيب مين الاورجانيز اللي جايه في الاكسون؟ كنا 100 مره بقى. ميته فانك ونيورو ايه ونيورو ايه؟ نيورو تشيبيولز ونيورو تمبرت نو الناس الجايه. طب دكتور انا خلصنا من العكس. مين الكاربس؟ مايل ونيورو ليمب. طيب وات ار ذا تايبس اوف نت فايبرز؟ بنقسمهم اربع انواع اكوردنج للكاربس. هما في الاخر بنقسمهم قسمين كبار. في اكسون بنبوصه عريان ناجد نيرف فايبرز، يعني لا عليه ايه ولا ايه، ولا ماتشيز ولا نيرف. في اكسون كفر وذ وان اوف ذيم، يعني يا اما ايه يا اما ايه، ايضا مايلين بس او يورلمنا اولي او اثنين. لو انت فهمت يبقى في كام تايب؟ فور اكوردنج تو ايه؟ كفرز. معلش يا دكتور في استنى واحده اقول بس. فايفود في جراي ماتر وايه؟ وايت ماتر. والجراي ده اللي فيه النيرف سيلز، والوايت فيه النيرف فايبرز. طيب اتمنى استنى بس في البيت بس لابس ايه؟ بيجام. يبقى لابس مين من غير ايه؟ مايل شيت من غير يورين. احنا هنعرف كمان شويه ان المايل شيت ده اساسا دهون، عشان كده اسمه وايت ماتر. الدهون لونها ايه يا دكاتره؟ ابيض. يبقى هنا ليه وايت ماتر لونه ابيض؟ عشان كفر بايه من غير ايه؟ مايلين شيت وداوت نيورولا. سيب بقى اللي فيه ده وبص على اللي خرج بره. فضلت بقى يحترم نفسه ويلبس ايه؟ لا انا بقى انا مش بهزر، عايز استجابه. ها؟ مايلين شيت ونيورولا. يبقى كل بص بنسميها ايه؟ بريفرال نيرفز، الاعصاب اللي ماشيه في الاطراف. عارفه بقول سي ان اس وبريفرال نيرف سيستم؟ سنترال هو مين؟ برين وسبايرال كورد. لكن لما اقول بريفرال يعني ماشيه فين؟ في الاطراف، في البريفري. زي ما اقول سنترال بلاد وبريفرال بلاد، سنترال فين؟ في الهارد، وبريفرال ماشي في الشرايين وفي الاورده. مش كده؟ طيب دكاتره بريفرال نيرفز بره في الشارع كفر بايه؟ ماير شيت اند نيورين. في نوع رابع اوبوزيت بتاع نمبر 2 كفر بايه من غير ايه؟ نيورين من غير ماير. ده مش موجود على الرسمه دي. سمعت وعلى في الفسيولوجي سمباتيك نيرف فايبرز بوست جانجليونيك سمباتيك نيرف فايبرز دي بتبقى كفر بايه من غير ايه؟ يرتبط من غير فايرش. ولو توفيت في ثانيه تعبنا انا هكمل الجزء ده. خلي بالك احنا يوم السبت بتاخد مننا، يعني احنا سبت وسبت لا اللي هقدر اقعد معاكم على الصبح. الاربع يعني 7 الصبح انا ما عنديش مانع. انا ما عنديش مشكله. انا ما عنديش مشكله خالص. اسهل بقى
السبت اللي جاي المهرجان شغال لوحدك، انا ممكن اديك واحد بس عليك بعد اربع محاضرات او ثلاثه تبقوا كويسين. احب ناخد الاربع الجاي، انا ممكن اجيب السبت من واحده يمكن. لما يجي يتكلم على مايل شيت، على فكره انا شخصيا ما بحب اشرح المايل مع نيورلما في حته واحده. حد شاطر يقول لي لو انا خدت سكشن هنا يبقى مين اللي نقط الكره اللي في النص دي؟ حد شاف الاحمر ده اللي فيه نواه؟ نيورلما اللي هي شوان سيل. طب ايه الاخضر ده؟ انا هنا رسمته عشان ده فات. It is a lipo protein sheet. مين ده؟ الليبل ده بيدوب مني وانا بس. يبقى عشان اشوفه محتاجه سبيشال ايه؟ يعني لو انا صابغه بالاكشن ايه هشوف مين ومين؟ هشوف ولا شوف؟ لكن مش هشوف المايك. نيد سبيشال ثينج اسمه اوزميك اسيد. اسمه ايه تاني؟ اوزميك اسيد بيطلع المايل لونه بلاك. بيصبغ لون اسود. طب سيب الاوزميك اسيد دلوقتي، سيبي كده ثانيه وبص كده. انتوا عارفين المايلر شيت ده از كونتينوس شيت ولا انتربتد؟ حد فاكر الانتربتيشن؟ يقول لك في الحته اللي ما فيهاش مايك اسمها نودز اوف ايه؟ رمبيرو عشان امباس ربط من نقطه لنقطه كده عشان امباس تسرعها. على فكره في مرض اسمه دي مايلينيشن ديزيز. يعني المايلر ايه؟ مش موجود. اخبار سرعه الامبولس ايه؟ هتقل. طيب معلش يا دكتور خلي بالك معايا في الحته دي مهمه قوي. ليه المايلين شيز ات از نون كونتينوس؟ ليه انتربتد عند نودز اوف مش بتكلم وظيفيا، بتكلم كتركيبيه. ده ممكن بقى تسيبي كده خالص تفهم دي. دكتور انت قلت لي تركيب المايل ايه؟ كيميائيه؟ لا انا عايزه الكلمه الدقيقه لايبو بروتين شيت. ثانيه واحده، مين اورجانيل خدته اول سنه خالص تركيبه في ليبيد اند بروتين؟ تذكر بقى يا حبيبي ان تركيب المايل شيت زي تركيب السيل ميمبرين بالظبط. سيب لي دي ثواني هنرجع لها. دكتور سيب لي التقليد معايا. في بدايه التخليق during embryonic life مفاجاه، ما كانش في حاجه اسمها مايل شيت. امال كان في ايه؟ ممكن تسيبي كده تبص هنا؟ مين ده يا دكتور؟ ودي شوان سيل ودي النواه بتاعتها واللي انا سايباها ابيض ده السيتوبلازم بتاعها. مين خد باله بدات شوان سيل؟ اسمها التاني ايه؟ يورولما تروتيت الاول لفت لفه واحده كده وبعدين بدات تلف عده ايه؟ سيب دي كده وهشبه لك تشبيه عشان تفهم عايز اقول ايه. دكتور عندك انبوبه معجون اسنان توث بيست، الانبوبه تقريبا خلصت مش هاين عليك ترمي التنبوبه، عايز تطلع اخر فتفوته في المعجون. مش بخلط بس عشان هو خلصت وانت يعني انا عايز تستمر مش بخلط. تعمل ايه عشان تطلع اخر فتفوته من المعجون؟ انا شايفه ناس بيعملوها خبره. بفكروني على اقول لكم في البيت كده على واحد قالها لي ازاي في المقابله. واحنا مش عندنا لسه شغل.
طيب انا قلت اول مره مش متخيلين يعني بس طيب ميرسي ميرسي. بص حبيبي خليك معايا. الاخوه خلصت. ايه رايك لو جبت الاخوه كده وبدات ايه؟ الفهم تحت ايه؟ وانت بتلف تضغط تلفها وتضغط بس انا مش هلفها على الحر هلفها على قلم كده. مين القلم؟ عكسه. مين الانبوبه؟ شوانسل. مين المعجون؟ السيتوبلازم النيوكليسي وهي بتلف. شفتوا؟ مين خد باله من السيتوبلازم راح فين؟ اللفه البرانيه خالص. هو مين؟ يعني السيتوبلازم والبي سكويز ولا سكويز ويطلع هو والسيتوبلازم ومع النيوكليس في الاوتسايد كورنر الخارجي خالص. لو انت فاهم ايه اللي اتبقى هنا؟ سن برين بتاع 1 ترن ولا ميني ترنز؟ يعني سن برين جنب سن برين جنب سن برين هو ده المايلين شيت. يبقى مين يعرف لي مايلين شيت؟ لا لا ما حدش يشرح اللي جنب هقولها تاني. ركزوا معايا تاني بقى. مين يعرف لي مايلين شيت؟ It is a lipoprotein sheet formed by rotation of what? Schwann several times around the axon. During rotation, مين هيبقى squeezed؟ Cytoplasm. بصوا البيعة تانية أفضل. اللي احنا بنشاور عليها وبنسميها خط أخضر ومعاه نواب. هي دي بقى السيل بودي، يعني الجزء اللي فيه دي دفة خارجية. طب حتة المية ده مين؟ السيل برين بتاع لفة واحدة ولا ميني تيرمز؟ ده هو ده المية. عرفت يا حبيبي ليه؟ المايل it is a non-continuous sheet. ما هي شوانسل واحدة ولا ماني شوانسلز؟ ما هي كل واحدة تلف كذا لفة حوالين حتة من الأكسون وتعمل لي المايل بتاعها. وبعدين اللي بعدها تلف كذا لفة وتعمل لي حتة المايل دي واللي بعدها واللي بعدها. الله يبقى الحتة اللي اسمها نودز وبرامبير لو أنت فهمت. أكتوال دي المسافة بين شوانسل واللي بعدها دي ينفع يبقى فيها مايلين؟ إذا ما فيهاش شوانسل؟ طيب أوريك صورة عشان تفهم أكتر؟ لا 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 ولا حد هيفهمها من أول مرة. بص على الصورة دي. مين ده؟ الأكسل. بص دي شوانسل وده السايتو إيه؟ بلاز ودي نيوكليس. لفت كام لفة في الأول؟ واحد. وبعدين اخبار اللفات ايه؟ بقت تسيب وتبقى كونفكشن. كونفكشن ايه؟ تضغطوا. يبقى مين يبقى سكويزد؟ السايتوبلازم نيوكليس تلعب في الاوتسايد تيرن خالص. واللي اتبقى هنا ميني تيرنز اب تو 50 لفه اب تو 50 تيرنز. المايل اللي هو سيل ميمبرين جنب سيل ميمبرين ده اللي بنطلق عليه المايلين شي. طب ثانيه واحده، الصوره دي احلى. مين اصفر؟ الاكسون. والسيتوبلازم بقى مين؟ دي شوانسل اللي جنبها بدات تلف ولا الاول لفه واحده وبعدين اكتر من بصوا اللفات وكل بتلف على جوه وعلى جوه وعلى جوه وبعدين يبقى مين سكويز بتاع بره؟ يبقى اللي انا بشاور عليه بره وبكتب على دي كده وشوانسل مقصود بيها ده الجزء اللي فيه ايه؟ النيوكليس. طيب وامال اللي بشاور عليه ونكتب مايلن اللفات بقى بتاع مين؟ سيل ميمبرين. مالفانكشنز اوف نيو ليما. طب سؤال بقى، هل نيو ليما دي وان سيل ولا تشين اوف سيلز؟ وكل سيل بتلف كامله كده حوالين الاكس ولا لا؟ عشان تفور منين؟ المايلين. يبقى السيل الواحده بتعمل وان سيجمنت اوف مايلين في وان اكس. ثانيه واحده، بتاع الاكسون كله ولا حته منه؟ حته. وفانكشنز اوف نيو ليما. طيب مين سلك الكهرباء؟ مش ده السلك النحاس اللي جوه؟ مين البلاستيك؟ عشان ما تكهربش ماده العازله. يبقى انسوليشن اوف نيرف انبلس. ماي شيت ونيو ليما. يا جماعه الماير ونيو ليما الاثنين وظيفتهم انسوليشن. طب مين يقول لي تاني
يقول لهم ليها وظيفه ثانيه؟ تصنيع مين؟ لما تلف كذا لفه حوالين نفسك. طب انا كنت مستنيه انا سؤال، في اماكن، هو ده السؤال مستنيه، هو في واحد سمعت السؤال ده من شويه بيقول ايه؟ ازاي يبقى في نيورال وما فيش ميه؟ طب ما لفتش؟ دي سهله. المشكله لو في ايه من غير ايه؟ اسمها ايه سهله؟ هقول لك حاجه دكتور، الوظيفه الاخيره هي يا جماعه المهمة مسؤوله، بص على المفاجاه دي، regeneration of neurons after injury of nerve fibers after injury. انا قلت كلمه ري من امتى بنسمعها؟ هو النيرف سيل ليها regeneration؟ نيرف، انا بتكلم عن regeneration بتاع مين؟ الاكسل الاربعه. ووارد ده ممكن يتعاد تاني؟ اه يتعاد، مش بنسمع الحوادث. طب ثانية واحدة دكتور، دلوقتي لو حصل انجي للنيرف طالما في شوان سيل سليمة قبل القطعة، بص بص على ايدي، شوان سيل دي كان ديبارت، تنقسم كده تديني عين من الاسطوانة، مين ينمو فيها تاني؟ الأكسل. ثم كل سيل تلف كذا لفه وتعمل حته ميه، تبقى المسؤول عن ري اوف نيرف فايبرز افتر ايج. حبيبي لو ما فيش وان سيل سليمه قبل القطعه ذير از نو ريجنريشن. الريجنريشن يعتمد على وجود ايه سليمه. عشان كده لو اتقطع نيرف لازم اتاكد ان ما فيش عدوى. مفيش بكتيريا دخلت. والا البكتيريا دي هتدمر مين؟ شوان سيل يبقى مش مفيش ريجنريشن. حد شايف المنظر ده؟ السؤال بقى اللي الدكتور ساله سؤال جميل عبقري، قال لي انت قلت لنا في الوايت ماتر كان في ايه من غير ايه؟ ميه من غير شوان سيل؟ اذا انت بتقول لنا ان شوان سيل هي اللي بتصنع مين؟ المايك، يبقى ازاي في دم غير ده؟ سيب بالك ايدك وبص هنا. هناخد المحاضره الجايه، قولوا ان شاء الله. في خليه في السي ان اس، ده غير البريفرال نيرفز، اسمها اوليجودندروسايت. قولوا تاني اسمها ايه؟ عارفين دي واحده من نيورو جلايسيس. جلايسيس، خليه الغذائيه. دكتور اوليجو خليه دندرو، هو هي دي خلايا عصبيه عشان نقول ليها دندرايت؟ الاسم عندنا مش صح، لكن مقصود بيها الخلايا ذات الزوائد القليله. مين خد باله على الرسمه؟ الرسمه اللي هي كام زايده؟ دي شايفين دي؟ ليها فيو بروسيسز. عشان كده هو ايه تاني؟ اوليجودندروسايت. اسمها ايه تاني؟ طيب هل ايه الفرق بينها؟ ده سؤال على فكره شافه مهم قوي. الفرق بين تصنيع الميه في البريفرال، مكتوب عندك في البريفرال نيرفز وفي السي ان اس. دكتور سيدي في ايدك بص لي بقى. في البريفرال نيرف مين مسؤول عنه؟ شوان سيل. وشوان سيل كامله بتلف حوالين، تعمل حته ميه سيجمنت اوف ميه وان اكس. لكن اوليجودندروسايت هي اللي بتلف؟ هي نفسها اللي بتلف؟ ولا الزوائد بتاعتها بس اللي بتلف؟ مين خد باله؟ حوالين وان اكسل ولا تبع عدد زوائدها؟ يبقى اراوند ميني ايه؟ اكسل. وفي كل اكسل بتعمل لي حته ميلان. يبقى بتعمل وان سيجمنت اوف ميلان ان ميني اكسل. طب وهي بتلف كامله ولا البروسيسز بس اللي بتلف؟ البروسيسز. دي سموها ايه بقى؟ اسمها ايه تاني؟ اوليجودندروسايت. في حته عبيطه كده اسمها نيرف ترانك، انا ممكن ما اضيعش فيها وقتكم، دي بس عشان عملي. ولو ان هي شبه قوي، عارفين ايه؟ عارفين احنا نيرف ترانك جذع العصب تجمع نيرف فايبرز العصب، نقول انا نيرف مسالك نيرف ترانك تجمع نيرف فايبرز، يعني تجمع ايه؟ ايه اللي انت شفته ده؟ ده الاكسون. عليه ايه؟ حواليه ايه؟ المفروض مين اللي داخل مني؟
فيها ثلاثة أنواع من connected issues. اندوميسيا والبيريميسيا حوالين كل بندل والابيميسيا مغطي. على فكرة في حتة بتاعت الجانب هقول دلوقتي وفيها أسئلة بجوائز مالية للي هيجاوب. في ناس مش هتخرج ها؟ لا الأسئلة دي مش عشان فلوس، عشان ده ذكاء إبهار زمايله. طيب بصرف النظر. طيب بص حبايبي، ادي فايبر وادي فايبر، الكونكشن ما بينه اسمه اندو نيوريوم. عارفين شوية بتيجي من الفايبرز بدل ميسيا او نيوريوم، اندو نيوريوم. ده التيكنا فايبرز مين اللي فرزها؟ شوانسنز. ربط في الايه؟ فايبر مع فايبر. ثم كل بص ثم كل ايه؟ بندل محاطة بكونكشن اسمه ابي سوري باري نيوريوم. ثم الدرب على بعضه متغطي بابي نيوريوم. نفس اسامي مين؟ الاونافلس. طب انا عايزه اشوف الماير سببت بايه؟ اوزميك اسيد. هتبان الاكسون؟ هتبان شوان سيل ولا بس الماير؟ تبان الحلقات السوداء. ده الصوره دي بتاعت مين؟ نيرف ترانك بس باتش ان اي. مين الاحمر في النص؟ الاكسون. شفت بقى دي؟ اللي عليها النواه دي مقصود شوان سيل. انهي لفه؟ الاخيره. الجانب خلاص يعني خد لنا خمس عشر دقايق ماكس ونص يعني ما تعليم جانب. لا لا بجد عارف ميزه الجانب؟ اولا جدول بحفظ صم زي اسمك الحاجات المقدسه. ومين السيلز سكتلت؟
spinal cells arranged in groups او rows شايفين ادي مجموعه ودي مجموعه ودي مجموعه لكن هنا ايه؟ scatter. طيب مين سيلز زحمه؟ اسمها ايه؟ لكن هنا اقل يعني less numerous هنا more numerous. مين فيها different sizes؟ ملاحظين في جروب كبار قوي، في جروب medium size، في جروب small. يعني في different variation في size، في different size. لكن مين فيهم كلهم قد بعض وكلهم صغيرين؟ سمباثيك كلهم ذا سيم يونيفورم دايمتر كلهم صغيرين، يعني حتى هنا اصغر حاجه اكبر من دي برضه. هنا لارجر وهنا سمولر عموما يعني. طيب ما انا ممكن احفظ الكلام ده بعد شويه اعكسه لو انا مش فاهمه ليه. ده اول سؤال عايز ذكاء. 20 جنيه جديده تقطع ايد كده تقول لي اللي معايا قدامي يعني 20 دكتور فكر اشمعنى في سباينال جانج تبقى سيلز ارينج في جروبس وكل مجموعه مقاس؟ واشمعنى في السمباتيك؟ اسمعي السؤال كويس عشان ما تقوليش حاجه غلط. السمباتيك السيلز ايه؟ قد بعض ومفيش ترتيب. انا ما اسمعش قلتي ايه اقل؟ حد يفكر ليه؟ ايما نرجع للفانكشن هي الساتلايت وظيفتها ايه؟
مش فيها غير، بص يا حبيبي السؤال ده ركز، كرسيين اتنين بس، واحد كبير قوي كده فوتيه حلو كده مريح، والتاني كرسي صغير زي بتاع المعمل كده من باب الادب بس، مش اي سبب ايه محمد مختار بيسيبني اقعد على مين؟ باب الادب والاخلاق بس مش راجل ده متربي هيسيبنا على مين؟ على كبير. كل ما كبر حجم الخليه احتاجت ايه اكتر؟ سبورت اكتر، سد لايت اكتر. محمد انت بتاكل قدي؟ اكيد كل ما كبرت حجم الخليه احتاجت ايه؟ نيوتريشن اكتر. يبقى في سد لايت اكتر في مين؟ دخلت لي في الاكبر المخ سباين. طيب مين من ولادي شايف اللفه دي؟ الحقيقه احنا مش فاهمينها ليه ولا عارفين وظيفتها ايه؟ حد شايف اللفه دي وهي خارجه؟ الاكسون في بدايه خروجه من نرف السل عملت كونفليوشن، اي حاجه تلف كده بيسموها الجلوماري بس. اسمها ايه تاني؟ سمعتوا اركني؟ كابلز بعيد عنها حلقات كده ارشز بيسموها الجلوماري بس كابلز. ولادي دكتور يبقى الجلوماريس موجود في مين ومش موجود في مين؟ في السبايدرز ومش عارفين، مش موجود في السمبر. طيب لا لا ثانية واحدة. مين من ولادي شاطر يقول لي نيرف فايبرز؟ كده عرفت الجنبي قلت لي بره سينس. ايه نوع النيرف فايبرز؟ بره في الشارع. عليها الاثنين مين ومين؟ مايل ويوريوم ده ينطبق على سباير. سيمباتيك اخبارها ايه؟ سيمباتي عليها ايه من غير ايه؟ يوريوم بس من غير. يبقى مين يفكرني؟ يعني في الكتاب تجيب لك هنا مايل ريليتد وهنا نان مايل ريليتد. لكن فرق اللي بان على رسمك هو كده كده الماي اللي عايز سبيشال ايه؟ سينا عشان يجف؟ احنا نرسم خيوط حمراء وزرقاء وخلاص. لكن الحقيقه الفرق ده مش باين على الرسمه، عايز سبيشال ايه؟ سينا. طيب فاضل لي كلمتين ونقفل الجد. حد شاطر يقول لي مين فيها بلاد فيسلز اكتر؟ بص على الرسمه قول لي. شايف الخروم دي؟ سمباتيك مليانه بلاد فيسلز. مش موجوده فين؟ يعني مين بور ان بلاد سبلاي ومين ريتش ان بلاد سبلاي؟ الحقيقه مش مكتوب ليه؟ عشان كده الطلبه كتير في الامتحان بيعكسوا. دكتور اخر كلمه مين فيها سينابس ومين؟ ده ب 20 جنيه. هو مكتوب في الكتاب مين فيها سينابس؟ سمباتيك فين؟ يعني ايه دكتور يعني ايه سينابس قدام؟ بوينت اوف كونتاكت ما بين اتنين نيورونز موجوده فين؟ في السمباتيك. مش موجوده فين؟ عايزه بقى حد من ولادي؟ لا ما حدش يتكلم، يرفع ايده ويكون نقي كده ويتكلم. قول يا مالوتي اسمك ايه؟ طارق؟ طيب قول يا دكتور والثانيه شغاله كانها اكسون.
بروتينز. يبقى الامينو اسيدز دي بتجي منين؟ من الدارك فود. في سينابس تبقى مور باسبل. مش هيجيبني عشان اصنع بروتين بتاع كيميكال اصلا. لكن ما فيهاش ايه؟ شخير هيبقى بس باسبل. حد فاهم انا قلت ايه؟ يبقى دي مور باسبل. اللي فيها سينابس. يا بنتي فيها سينابس انا محتاجه كيميكال ترانسميتر عشان اعمل سينابس ده. باخد بروتين بتاع كيميكال ترانسميتر باخد امينو اسيد من ايه؟ من البلط. يبقى كل ما كان فيها سينابس احتاجت الباسكولاريتي اكتر. هل مكتوب الكلام ده مش مشروح؟ ده تفسيري انا ليه. بس انا بربطها لك عشان ما تنساهاش. مين اللي فيها سينابس؟ اخد ده البريشر.